13 The Club. يا قمر الدار سلم على الحبايب. Wheels on the bus go round and round all day long. We need 300,000 for it. You're not going to be able to get that money here on time. Mr. Pope, you're my only option. I don't make exceptions. مان شو بدي خبرك؟ كل شقفة تاكل العقل، كله واو واو واو، يعني النسوان شو بدي خبرك؟ كانت اون فاير والعانة يمين شمال، كيف ما اطلع بنات عم تطلع فيي؟ يعني عضلاتي بدعوا، طلع البخار على راسي، خرفان جنون، جيب بدي اشلح فرجوني شوية ابز. كدشت بس خارجة لا بس مع XXL فودكا ميكس كل خبرية وإلى طعمتها. رولا رولا الله لا يوفقك، تركي الضوء مضوى برا، العمى بقلبك. بونجور صار عزرائيل ينتعك نتع بونجور. هلا ما انت اللي عواد؟ لا انا ما بعوض. بدك بقى اهضمه، روح على بابي سلم على بابي. على بابي؟ انا ما قايل لك تلاقي الجيران ما بتجي لهون؟ انا اشتريته لقديمه وجعت. اللي بطرقك على جوزتي؟ ما في مثله، الخميس بعد الاخبار على الام تي في. مكملين مع أجواء الميلاد بـ MTV Alive، ورح نحكي عن افتتاح معرض الميلاد مع السيد سماح داغر من شركة مساحة. أهلا وسهلا فيك. مجور. يعني أكيد مساحة بالغنى عن التعريف، ولكن أنتم بتهتموا بالديكور إن كان زهور أو غيرها، واليوم نحن بفترة أعياد، يعني هيدا الشيء من الأسس. صحيح. يلي منحضرها بعيد الميلاد. افتتاح المعرض كيف كان أول شيء؟ امبارح كان افتتاح المعرض كان كثير حلو، افتتحه سيدنا المطران بولس مطر. نعم. والسيد الهام فريحه من دار كان كثير حلو، بمدرسه الحكمه هاي سكول عين سعاده. بعين سعاده، لانه نعم. الناس بغلطوا بهاي سكول اذا برمانا ولا عين سعاده. صحيح. دونك بالحكمه كان كثير حلو، كان الاقبال كثير والناس كثير تفاجئوا باشياء كثير جديده، لانه معودين الناس كذا سنه صار لهم بيشتروا الاشياء جاهزه من السوق، هلا عم بيشوفوا الاشياء كثير هاند ميد، معمول بشيء شوي غريبة جديدة بأكثر خشب بأكثر مواد من الطبيعة. كان كثير موفق. إن شاء الله. صحيح. أكيد مكملين، نحن مكملين هذا ل 14 شهر، عندنا كل يوم من 9:30 ل 3، وبالويك اند بيكون من 11 لل 4. لا 14 الشهر، يعني كل الأشخاص فيهم يروحوا مش بس يزوروا، إنما كمان مثل ما كنت عم بتخبرني. صح. سابقا في أشغال يدوية عم بتكون هناك إن كان للصغار أو حتى للكبار. بستوى. وعم يتعلموا من خلالها أشياء كتيرة. شو عم بتكون إجمالا؟ هلأ اللي عم نجرب نعمله نحن، لأنه نحن مبلشين بخطة من فترة مع المدرسة، وخاصة مع قسم اللغة العربية يلي هو التوأم بين الزهرة والكلمة، وهذا المعرض جاي من ضمن هذا السياق يعني بالمدرسة. كان حلو مبارح أنه في كتير ناس أولادهم بالمدرسة إجوا، كانوا هني كابلز نحن جوزناهم، هذا اللي حبيت أنه عم نرجع نشوفهم ونشوف أولادهم بالمدرسة. شو حلو فعلا، عم يتعرفوا على هذا الدومين. نعم. وفي كتير بتعرف أنت، في كتير بيتجوزوا بس أنها رأسهم بيشوفوا الزهور بعدين بينسوا. صح. بقى عم نرجع نذكرهم بين الزهرة والكلمة، بس يتجوز ما بعده يجيبوا للصبايا زهور. ما تخبرنا عن هالموضوع. عم نرجع نذكرهم انه بعرف هالشي للاسف سماح بينسوا. بنفضل مش الاولاد يعوضوا، يدلوا الرجال يجيبوا زهور، ومش بعيد الام يعني يجيبوا لهم زهور لهم خاص من دون مناسبة. من دون مناسبة. من غير ليه؟ من غير ليه؟ يعني مش ضروري الزهرة يكون لها مناسبة، اجمل شيء ممكن انا بلاقي شخص يهدي للثاني هو باقة ورد او حتى وردة او زهرة. صح. وهيدا بيغني عن كل شيء مادي موجود بهالدنيا. هيدا سحر للوردة فعلا، يعني في هيدا السحر الموجود يلي بيعطيها قيمة ما بنعرف شو هي، ومش دائما فينا نفسر. وانتم بتشتغلوا على هالشيء بمساحة. صحيح. يعني دائما في تعمق بالامور بالفكرة وبنعطيها معنى. من هيك المعرض هو اسمه أنت المعنى، وكيف أنه إذا عم نحكي نحن بنوال والمسيح، يعني هو المعنى هو الكلمة. بقى عم نجرب نركز على هذا الموضوع، لأنه عن جد الزهرة هي فيها سحر والعيد له سحر، وعم نرجع نرجع له رونقه.
هون كنا عاملين سوري بس عمت شوي اذا لاحظت المزود كان معمول بالاقلام تبع الاولاد والمسي. نحن عم نجرب نقول للناس انه في كثير اشياء موجوده بيناتكم، في اشياء كثير تعبروا فيها، ما لنا كثير صعبه، مش ضروري دائما ننبش على الكليشيه لنعمله بحلو ببيتنا، ومش ضروري ننبش على الاشياء الغاليه كمان، يعني صحيح اي شيء صغير ممكن يعطي قيمه كثير. اكيد نحن بنفكر بمدرسه ممكن مرات الطلاب هن يهدوا اهلهم، صح، دائما بنفكر بهذا الموضوع. واللي كان حلو جد كان مميز امبارح انه حضور الاهل واولادهم مع بعضهم، هذا الشيء اعطانا كثير هيك دافع انه فكرتنا هالقد عن جد مضبوطه، لانه والاهل صاروا يخبروا اولادهم انه مساحه هن اللي حاملونا زهور بعرسنا وهن اللي اهتموا فينا، والاولاد كانوا كثير مهتمين على فكره بهذا الموضوع. مبين البريكولاج، يعني مبين الاشغال اليدويه، مبين قد ايه معمول هيك مثل كانه باتش ورك، مع اي شيء، يعني اي ايتم موجود فيه يتركب منه زينه للعيد. واليوم لما بتقلي زهره وكلمه، يعني كيف قدرتوا مزجتوا الاثنين وليش خلطتوا هالموضوعين سوا؟ نحن عم نجرب نشتغل على هذا الموضوع لانه عن جد الكلمه هي ضد الجهل، والزهره هي كانك عم تعمل شيء انه ضد العنف، انه عم نرجع للطبيعه. عم نجرب نمزج بيناتنا لانه اثنيناتهم كثير مهمين، يعني اذا بنشوف الديانات كلها سوا ما في ولا دين ما حكي عن زهره، ما حكي عن زهره اللوتوس، ما حكي عن الكلمه يلي هو لوفير بالمسيح، يعني انه هذا كله موصول ببعضه. والاولاد عم نكتشف انه حتى الكبار لما بتعملوا ورك شوب عم يجوا يحبوا، عم بيصنعوا، وهذا بيعطيك صفاء بالذهن. لما بتعمل شيء بريكولاج بايدك بتنسي شوي همومك، يعني بتكون عم تركز على القطعه اللي عم تخلقيها بين ايديك. نعم. يعني فعل الخلق موجود ان كان بالزهره ولا بالكلمه. نعم. كمان لما بتحكيني عن الاولاد دائما بتحكيني بشغف كثير كبير عن كيف بتحب تعلم الاولاد انه يشتغلوا ويعملوا اشغال يدويه، قد ايه هالشغله مهمه بالنسبه للاولاد، وحضرتك بتعطيها بالمدرسه مثل ما نحن بنعطي ورك شوب. هلا عم نجرب هلا بالمدرسه، رح نبلش كمان معهم وعم نعطي بالورك شوب عنا، وفي عنا هلا ب 16 الشهر عنا كمان رح يكون في ورك شوب بكفيه ببيت الصخره كمان، انه فوق في كمان فيري دونويل ب مع نيكول جميل، دونك رح نعطي هلا الاولاد لانه الكبار لانه انتعجوا شوي، يعني ما بقى بنفضل دائما ناسس مع الصغار مثل ما بنعلمهم بينتور مثل ما بنعلمهم سيراميك، انه الموضوع الزهور كثير مهم انه يدخلوا له، والكل عم بحبوه، يعني عم بتفاجئ انه كثير عندهم تلاعب عم بحبوا هذا الموضوع، يعني حتى الاشخاص اللي ما بيخلقوا موهوبين ممكن يتعلموا، عم يتعلموا لانه عم بشوفوها انه اول شيء البرودوي هو سهل بيلاقوه وين ما بدهم، وبده الواحد بس يجرب يجرب بيتعلق بالشغل وبيحبها، يعني وبصير اكثر يشتغل بالبيت يعني. وكمان هون بيتعلموا الاولاد انه يستعملوا اي غرض او بدهم يشتروا دائما اشياء خصوصي وخاصه اذا انت عازم حدا لعندك بريفيون او بحي السهره، فيك صار فيك تخلقي من اشياء ببيتك ما كنت منتبهتي لها، يعني نحن عم نعود الناس ينتبهوا على الاشياء اللي ما بينتبهوا لها، في واحد وهيك كمان بننتبه على البيئة يزين الاشياء ببيته، يعني وبنكون عم ننتبه على البيئة بذات الوقت. صحيح. سماح، يعني اليوم موضوع البيئة بضغط النفايات اللي موجود كمان فينا نستعمل اشياء بدل ما نكبها بنشتغل فيها اعمال. صح. واشغال يدوية. صح. عم بيكون العمل بس بالزهور او لا كثير؟ كل شيء ميكس ميديا، يعني ممكن يكون خشب، احجار، رمل، تراب، كل شيء موجود بالطبيعة نسميه ميكس ميديا، هو اللي بنستعمله لنقدر نخلق فيه الفكره، لانه الفكره موجوده بدنا هيك نجمعها ونحطها بقالب واحد. بعرف انه ما بتحب اسالك هالسؤال اللي هو عن موضه، هل الديكور، هل الزهور، هل الوان الزهور بتلحق موضه معينه؟ هل السنه في موضه غير موضه قبل؟ هلا اجمالا في عوده، سمعتك بالاول عم تحكي انه ساتان زاون مثل ايام مزين مثل ايام سته، انه دائما في عوده للجذور بعدها تيتا بتزينه هيك على فكره، وانا بحب هو وهيدي الشجره هي الحلوه بالبيت. انه كل ما اجى ولد جديد او كل ما اجى حدا عنصر جديد على العائله انه منضيف شيء على هيدي الشجره. هو هي الموضه هي منا كثير خاضعه الا للي اذا بدك يلي ما بده يتعبوا راسهم، انه السنه بنعمل سبان بنحط عليه كله جولد او سيلفر او كذا، انا بحبه لا كثير في حياه وملون، لانه في كذا جيل عم بيزين هذه الشجره. الموضه خايف الزباله تكون هي الموضه صارت. نحن لازم نكون برات الموضه نخلق، لانه مشكل الناس تشبه بعضها، يعني انا اليوم بدي اقدم لك بوكيه لك ولا ممكن اقدمه لرانيا مثل ما بقدمه لاكس، لانه من الناس، انه في شيء لازم يكون يشبهك او انا كيف بشوف لازم اقدم لك البوكيه. حلو كثير. هيدي هي الموضه بتصور، هو اذا بدك شخصيات الناس، هواجسها، أحلام الصغيرة والكبيرة، هي اللي بتصنع إذا بدك العيد وبتصنع الألوان، وحتى بالعراس كمان، يعني ما في شيء اسمه موضة. يعني حلو كثير يلي عم بتقول، يعني حتى بالعراس إذا بدنا نفتح بين هلالين، أنه كمان صار بالعراس صار في شيء اسمه بوتوكس، بتطلع السنة على العراس بنلاقيها كلها زهور ارتفيسيال، ما عم بحطوا بقى زهور طبيعي، لأنه
في ناس عايزين يخلقوا بالزهرة الطبيعية إذا بدك فكرة جديدة. صرنا منروح كمان على الزهور بالبوتوكس وبننزل الارتفيسيال وبنضحك على الناس، مش مظبوط. ما لازم نستهزئ بعقول الناس، لازم ريلي نعطيهم الشيء اللي دائما نتوقعه لنا وهن بيستاهلوه. يعني هيك بنكون عم نحترمهم ومحترم المتيه تبعنا اللي عم نشتغل فيه. حلو كتير، حلو كتير كمان كيف انه الناس يمكن هون بيعرفوا انه قد ايه هالشغله مهمه لحتى تبين هن جواتهم شو فيه. يعني الموضه منها هي شكل حبيب. يعني من خلال المساحه فعلا بنعرف انه الموضه هي عمق كتير كبير، او عفوا الزينه هي عمق كتير كبير، وبيبين شو فيه من جوا مش من برا. يعني صح صحيح، لانه هذا العيد هو شو فرحه العيد لما تشوف الناس مبسوطه. مثلا امبارح في ناس يمكن فاتت ما اشتريت، بس مجرد كان في بسمه على وجهها بتحس انه قدرتي وصلتي مساج معين. الناس بتحب العيد، ما بتحب الزباله، ما بتحب الحارب، ما بتحب، بس نحن كل واحد على اطاره عم نجرب نخلق هالجو الصغير. يعطيكم يعني الف عافيه، وان شاء الله هالموضه بالذات بتنتقل للكل. اهلا وسهلا فيك استاذ سمح داغر من شركه مساحه. بالاستوديو بلش الهرج والمرج لانه وصل ضيف العزيز الحبيب الاعلامي ميشيل قزي. خليكم معنا بعد البريك. بلشنا.